طيب خليني برضو أسألك على أسباب خسارة ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالليجا الإسباني قدام فريق مغمور زي قادش من وجهة نظرك. من الخارج هؤلاء الذين لا يعرفون الدوري الإسباني يعتقدون أن قادش بالفعل فريق بالفعل هو فريق مغمور مقارنة بريال مدريد، لكنه ليس بالفريق المتهافت إلى هذه الدرجة، لأنهم في الأعوام الأخيرة اجتهدوا وصعدوا من دوري الدرجة الثانية، وبالمناسبة كان أكثر الفرق استحواذا على الكرة نسبة الاستحواذ في المباريات في العام الماضي والعام الأسبق، ولهم طريقة في الدفاع متميزة جدا بالمناسبة. لذلك من الصعب جدا حتى على الفرق الكبيرة أن تقوم بكسر هذه التكتلات الدفاعية التي يقومون بعملها سواء أمام المنطقة أو عندما يقومون بالدفاع من الأمام، وهذا ما واجه ريال مدريد بوضوح. فهذا الفريق مميز في هذه الناحية، هو بالفعل مغمور لكنه ليس بالفريق الضعيف أو شديد الضعف كما نعتقد، كما أن السيد رودريجو عامل معهم بصورة جيدة وعنده بعض اللاعبين الموهوبون بالفعل. خليني لازم أسألك أكيد على توقعاتك لشكل الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت اللي جاي في الدوري الإسباني. أعتقد أن البرشلونة حظه أعلى، يلعب في بلده، وبالإضافة إلى أنه له يوم سيحظى بيوم راحة أكثر من ريال مدريد. والآن الفريق بدأ في الاعتدال في أدائه بعد أن مرت الهزة والكبوة التي حدثت بسبب المشاكل، لكن أعتقد ظاهريا برشلونة سيكون له اليد العليا، لكن بالطبع لا نستطيع أن نجزم. وإن كنت أنا مدريدي بالفعل وكنت أتمنى أن أقول عكس ذلك، لكن ما أراه أن البرشلونة في وضع أفضل. طيب أشكرك جدا بابلو فرانكو، كنت معانا.